نظمت مؤسسة حياة كريمة حوارا مجتمعيا داخل مركز دلنجات بالبحيرة، وذلك للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين. وأكد مهند الجيار منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة أهمية الحوار المجتمعي ودوره في تحديد متطلبات القرى واحتياجاتها، فضلا عن أهمية مشاركة أهل القرى والتي سيتم تنفيذ المشروعات بها كونهم عاملا مشتركا في الخدمة التي سيتم تنفيذها لهم. يعني احنا يمكن النهارده متواجدين بين اهالينا في مركز الدلنجات علشان نطرح حوار مجتمعي معاهم حول المرحله الثانيه من المبادره الرئاسيه حياه كريمه بشكل استباقي. يمكن مركز الدلنجات من ضمن المراكز المدرجه في المرحله الحاليه او المرحله الثانيه ان شاء الله خلال عام 2023. يمكن استمعنا بشكل كبير جدا لاراء الساده المواطنين من اهالينا واحتياجاتهم فيما يتعلق بمشروعات البنيه التحتيه في المركز وكمان على مستوى الخدمات، ويمكن الحمد لله كان في تجاوب كبير جدا وتفاعل من الاهالي بخصوص المقترحات اللي هتتم. يمكن هم كمان يمكن كان الحوار مفتوح بعد ما استمعنا اليهم، كان في بعض الردود اللي هي لحد كبير الحمد لله طمأنت قلوبهم ان هيكون في مستوى يليق بيهم وبيوفر مستوى كبير جدا من الحياه الكريمه على مستوى مركز دلنجات. فبنوضح للناس اليه العمل هتكون ازاي ان شاء الله، المبادره هتتطرق لايه في الفتره القادمه، وبنسمع من الناس، بنسمع من الناس احتياجاتهم ونقدر نتعاون معاهم ازاي، وبنحاول نرسخ فكره العمل المتكامل. يعني ان الموضوع هيتم من خلال المؤسسات التنفيذيه مع مؤسسات المجتمع المدني، بنعمل تكامل مع كل المؤسسات عشان نطلع بافضل نتيجه ممكنه ان شاء الله. احنا طبعا احنا شايفين ان ده حوار ناجح، حوار مثمر. اتمنى ان طبعا الناس جت مبادره الحياه كريمه، بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الناس جت وسمعت مطالبنا واحنا كل واحد يتكلم وقال اراءه. اتمنى ان شاء الله يعني يكون فيه تحقيق للمطالب اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده. نشكر السيد رئيس الجمهوريه على اهتمامه وتفعيل مبادره حياه كريمه التي تنفذ في جميع القرى، ومن افضل المشروعات التي تقام حاليا مشروع الصرف الصحي في القرى، لأن دي كانت القرى كلها محتاجة إلى مشروع الصرف الصحي. كان حوار شيق جدا بصراحة، وكل واحد عرض المطالب بتاعته، وفعلا كان في رد مقبول وإجابات مقبولة للمواطن المصري العادي إنه يفهمها، وحاجة كويسة.